بنتحدث اليوم الحقيقة، وأهلا بكل مشاهدي بيت للكل. أنا سعيدة بحلقة اليوم لأني أنا من الناس اللي بحس إنه الروايات بتشكل كده خيالنا. يعني أنا فاكرة كويس قوي إنه الواحد كان يقول لك إيه، يعني إمتى يحصل عندك نضوج؟ كلما تقرأ في عالم الرواية. وأنا يعني خدت نصيحة كده من أحد الروائيين ومن والدي الله يرحمه، إني ما أقراش بس مثلا روايات عربية أو مصرية فقط، فأنا الحقيقة قارئة جدا لروايات عربية كتيرة، فقدرت إن هي تخلي بصيرتي أوسع أو تساعدني إن أنا أشوف الدنيا أكتر. فلو إحنا النهاردة هنتكلم عن ألف ليلة وليلة، أعتقد ألف ليلة وليلة كل دولة ممكن تعملها برؤيتها، صحيح ولا إيه رأيك؟ صحيح. يعني شوفي، أنا على موضوع الرواية شافكي و أعزائنا المشاهدين، دائما بقول إحنا اليوم موجود عندنا خارطة ذهنية داخل كل إنسان، وخارطة ذهنية هاي كيف نقدر نطلع منها؟ لما أنت تكون قارئ لهذه الروايات والأحداث الموجودة والثقافات الموجودة. اليوم قديش مهم إنه إحنا نقرأ الروايات، تعدد الروايات جدا شيء مهم زي ما تفضلتي، مش بس المصرية أو الأردنية أو العراقية أو الفلسطينية، بكل الروايات حتى باللغات الأجنبية ممكن نقرأ روايات نستفيد منها ونخرج من الخارطة الذهنية لكل شخص. إحنا اليوم شوي ننحصر بخارطة ذهنية معينة واحدة، لكن الروايات فعليا زي ما تفضلتي هي بتخلينا نخرج عن المألوف ونخرج عن أشياء كثير ممكن إحنا العقل الباطن ممكن يتفرج عليها إحنا قبل ما نوصلها. صحيح. كمان هقول لك حاجة، يعني شايفة طبعا زملائنا كاتبين حاجات، لو بنتكلم مثلا عن الرواية وبداية ظهورها، فإحنا بنتكلم على الإغريق، نتكلم على اليونان يمكن يعني، أو دول عرفت الرواية وعرفت المسرح مبكرا جدا، لأن هما كانوا فاهمين إنه فن الحكاية للشعوب مهم. هو الإنسان هيتسلى بإيه أو يعرف إيه، أو أنا أقدر أسليك إزاي؟ إن أنا أحكي لك حكايات وأشرح لك وأديك معلومة وأحطك في تواريخ، فأنت يعني تستفيد تستمتع، وكمان يبقى عندك هو مخزون فكر كمان. مخزون. فده اللي حصل، يعني ده اللي حصل. يعني الرواية زي ما مكتوب، روايات الرومانية اللي تصور من منتصف القرن الأول الميلادي، احنا من زمن كبير قوي، والروايات يعني موجودة. كمان عندنا يعني ايه الأوديسة والإلياذة، يعني برضو حصل كلام كتير جدا عليها، من أعظم النصوص الأدبية اللي موجودة. فأشياء كتير جدا سواء جاءت من الرومان أو الإغريق وامتزجت بعد كده في الثقافة، لكن احنا كمان رواياتنا العربية عريقة جدا. يعني صحيح، يعني زي ما تفضلت هي عريقة جدا. وأنا بذكر يعني هون حتى بالأردن اليوم نتحدث عن كتاب كبار كتبوا منذ زمن طويل، يعني بجوز أنا في ناس أشخاص ما لحقتهم بهذلك الوقت، لكن اليوم نتحدث عن كتاب كبار جدا للروايات تحديدا، و كثير منهم اليوم بنشوف قديش هم ايضا ارسلوا هذه الثقافه لدول اخرى لشعوب اخرى. احنا اليوم مهم جدا انه الروايه نركز عليها حتى كاشخاص. واذكر يعني حتى بالاردن في بعض الروائيين مثل جلال برجس وسميح خريس وايضا رمضان رواشده، هذول الكتاب، وايضا عشان ما انسى اشخاص كثير من الروائيين والكتاب الموجودين. دائما احنا نتحدث عن الثقافه، والثقافه هي فن، والفن هو رساله، والرساله دائما لازم توصل شافكي لكل الشعوب. حقيقه كمان في فن الرواية، يعني مثلا عايزة أقولك بالنسبة لك يا رعد، لأن أنت زيارتك في مصر تتعرف لسه، صحيح. فمثلا لو أنت قرأت للأديب الكبير نجيب محفوظ ورحت زرت المناطق الجمالية منطقة الحسين، أنت هتشوف فيلم بين القصرين، وهتشوف الرواية إزاي، الرواية على أرض الواقع، هتشوف الحارة المصرية بجمالها وحسنها وناسها. فمثلا حتى لو أنت ما زرتش، أنت عشت كل هذه الأجواء من خلال أديب كبير. لو مثلا طه حسين ياخدك إلى عالم ما بين الأدب المختلف وأيضا ما بين الأشياء الاجتماعية، يعني رواية مثلا زي مثلا دعاء الكروان اللي قدر فيها طه حسين يتكلم عن، يدافع عن المرأة وبساطتها، وإنه محدش يعني يلعب بيها، من خلال رواية رائعة. إحسان عبد القدوس، يعني عمالقة الحقيقة لو هنقعد نذكر العمالقة دول، ولكن هم اللي بيعرفونا حاجات كتير جدا بتكبر بقى معاك، يعني بتوسع صحيح. المدارك عندك يعني أيضا أذكر شافكي بعض الكتاب الموجودين، زياد عمر أيضا بجوز، هناك رواية اللي هي أبناء القلعة. يعني قديش هذه الأعمال وهذا العمل بيظل موجود ومحفوظ ودائما تحدث للتاريخ، والتاريخ دائما بيسجل، صح ولا لا؟
صح طبعا. صحيح؟ طبعا. خلونا ناخد فاصل ونرجع نستكمل معكم لقائنا الليلة ما بين الثقافة والرواية والعمل الجميل جودر.